السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد من One Hour Networking. هاي المرة يعني بدنا نشوف كيف نقدر نغير طبيعة السبانينج تري، وبنفس الوقت يعني كيف نعمل تشيك على السبانينج تري ونغير يعني نعمل لود بالانسينج عن طريق السبانينج تري. لو جيت هون حكيت شو سبانينج تري، هون طبعا احنا بنعرف انه كل سويتش بالوضع الطبيعي كل البورتس تبعونه، كل الانترفيسز اللي بتحط فيهم اللينك بتحط فيهم الاسلاك موجودين على فيلان واحد، وهو هذا بما انه كمان روت بريدج، وبنفس الوقت هو الروت للسبانينج تري. يعني احنا بنعرف انه لو دخلت على جلوبال كونفيجريشن مود وحكيت له سبانينج تري مود، بعدين انت بتشوف في بير فيلان سبانينج تري ورابط بير فيلان سبانينج تري مود، وفي عندك مالتيبل سبانينج تري. طبعا في عندك امور اخرى، لكن هذول اللي بيهمونا اللي هي ايش نوعية السبانينج تري اللي احنا يعني حاليا بنعمل عليها. احنا شفنا انه هو الروت بريدج لفيلان واحد. لو انشأنا فيلان اثنين وانشأنا فيلان ثلاث، وطبعا بما ان احنا حاليا مش يعني VTP not working، فانت بدك تدخل وين؟ على السويتش الاخر، مثلا على distribution switch على global configuration mode، وتحكي له فيلان اثنين وفيلان ثلاث. بدك تروح تدخل طبعا على الاكسس سويتش كمان بنفس الوقت، وتدخل يعني تحكي له فيلان 2 فيلان 3. طبعا هذا لانه هو في الكلاينت مود فيفضل اني انقله للسيرفر، وهي اسوأ طريقة انه يكون في اكثر من سيرفر، او لما تيجي بدك يعني تنسى مين السيرفر كذا. طبعا مش مشاكلها طبعا يعني بيكون في عندك كسل كاي تي ادمن، لكن بما ان احنا في المختبر فما في مشكلة. كمان انا حطيته كلاينت ارجو السيرفر، كنت اشغل في تي بي مود في تي بي فيلان ترانكينج بروتوكول، بعدين غيرت رأيي ويبدو انه يكفي يعني انه نضيفهم لانه مو فقط 2 فيلان. حاليا لو لما ادخل على يعني على السويتش الرئيسي واحكي له شو سبانينج تري، الان هو روت للسبانينج تري، يعني هو الروت للسبانينج تري على فيلان واحد. طيب نشوف فيلان اثنين، هاي فيلان اثنين كمان this bridge is the root. ننتقل لفيلان ثلاث كمان this bridge is the root، شايفين هنا وهون هاي ايش فيلان اثنين، وكمان هون عنا الفيلان واحد. طيب لو القينا نظرة طبعا يعني لو حكينا له مثلا show spanning tree brief bridge brief لازم او summary. طيب هون طبعا الشيء اللي احنا بدنا نشوفه طبعا بير فيلان سبانينج تري، في رابط بير فيلان سبانينج تري والامستي، لكن السويتش حاليا بير فيلان سبانينج تري. لو القينا نظرة على السبانينج تري بنلاحظ انه يعني لو بما انه هو بيعمل هو الروت لفيلان 1 و 2 و 3 معناته هو اللي بيتحكم. نتفرج على البورت ستاتس كلياتهم فوروردينج، بينما انا لو انتقل للاكسس سويتش واحد واحكي له اند واحكي له شو سبانينج تري اكتف مثلا، مش مشكلة. فمنلاحظ هون انه مش كل البورتس فوروردينج، في واحد بلوكينج، في واحد بيعتبره ديزيجنيتد وعامله فوروردينج، يعني بحكي لهم انا عينت هذا البورت
لاني يعني اذا في حدا بده يروح على الروت بمر من هذا البورت، فهو حطه فوروردنج. ففعليا الفي يعني لو بدنا ننشئ VLAN switching ونهمل التفاصيل اللي خاصة بالإيثر channel، فعليا لا يعني نقدر نلخص كل هاي ال VLAN هاي ال LAN switching network بالتالي. خليني أخذ أربع Ethernet switches ونهمل تفاصيل الخاصة في الفيلان في الإيثر شانل. ففعليا بيكون عندنا لأنه هذا الروت فهو يعني قادر على الاتصال بالجميع، وهذا يعني معين هذا الروت بورت مثل ما احنا شايفين هون، يعني هاي الروت بورت اللي هو البورت بورت 2 فوروردينج والروت. وفي عنا الترنيت فهو فعليا في حالة البلوكينج. فالبورت 3 اللي هي شو ايثر شانل سمري، البورت 3 اللي هو 1110 بورت 3 اللي هو في حالة البلوكينج، في حالة ال designated اللي هو بورت 1 اللي هو 0001. طيب يعني معناته انه في عندي اللي هو 1 0 1 1 0 1 1 زي ما احنا شايفين هنا 1 0 1 1 اللي هو بورت 3 اللي هو في حالة ال بلوكينج، فمعناته راح يختفي من عندي، يعني ما راح يكون في عندي لينك من الاكسس لاير سويتش 1 لديستريبيوشن سويتش 2. وهنا كمان في عندي في اللاير في عندي كمان خلينا نتكلم عن ديزيجنيتد بورت، هذا فوروردينج اللي هو بورت 1 بورت شانل 1 0001 معناته هذا موجود، فبناخده لا السويتش هاي. ليش؟ لانه حاطه في حالة ال في حالة ال forwarding designated، لكن راح نشوف انه switch 4 راح يعمل هذا البورت في حالة البلوكينج من وجهة نظره هو. فادخل هنا واعطيه الامر ان طبعا شو بدنا spanning tree وبدنا وخلينا spanning tree بعدين نعمل هيك بعدين show ether channel summary، وبدنا كمان ether channel وتوقع هيك يعني بس يكفي يعني، لكن احنا بنشوف انه هنا في عنا root designated بالنسبة ل distribution switch 2. فهو لو بدك تلغي designated هاي بصفيش عندك غير ال port 1 اللي فعال اللي هو فعليا port 1 اللي هو 0001. يعني هذا يعني اذا بدك تلغي designated كمان بصفي عندك الشبكة هيك فعليا، لانه كمان هون اشوف انه designated بالنسبة ل اللي هو رايح للسويتش 4 يعني هون، فهو في حالة designated 3 designated فبتقدر تلغي يعني فقط احنا forwarding وroot، فبتصفي الشبكة هيك فعليا هي يعني لانه عنا هون السويتش الاخير هو اللي راح يقرر هاي العملية. حكيت له show spanning tree هون طبعا انت شايف blocking forwarding للروت وبلوكينج، فمعناته هو راح يلغي البورت، يعني هو مزبوط عمل designated من هون لكن هو لاغي، وهذا عمل designated من هون
السويتش 3 عمل ديزيجنيتد اذا لغاه خلى الروت، وهذا في واحد منهم احنا شايفين هون بلوكينج الترنيت بورت 3 اللي هو جاي في الوسط، فبنلغي البورت هاد وهذا بيلغي البورتين يلي هون. هاي هي الشبكة بشكل كامل يعني بعد الغاء كل المواضيع. بنلاحظ انه VLAN 1 راح تكون هون، فاذا اي شيء بده اياه سويتش يعني بما انه distribution 1 نرجع للرسمة الرئيسية، distribution 1 هو المسؤول عن VLAN 1 و 2 و 3، فمعناته كل الترافيك اذا هو بده شيء من distribution switch 2 فراح تكون عندك العملية بهذا الشكل، راح تمشي عبر الايثر شانل وراح يروح على switch 2. يعني اذا كان بي سي 4 بده يتكلم مع بي سي 2 راح يكون هيك الباث بهذا الشكل، واذا بي سي 3 بده يتكلم مع بي سي 4 راح يكون الباث بهذا الشكل، راح يطلع للديستريبيوشن سويتش 2 بعدين للاكسس 2 بعدين للبي سي 4. الان يفضل اني اقوم بالعمليه التاليه، انقل بعض الصلاحيات لديستريبيوشن سويتش 2. كيف انا بدي انقل بعض الصلاحيات لديستريبيوشن سويتش 2؟ بالعملية التالية بدخل على Global Configuration Mode وبحكي له Spanning Tree. الآن في عندك تحت Spanning Tree VLAN طبعا هنا ايش ال VLAN نقدر ننقل VLAN 2 علشان هو يكون المسؤول عنها، وبحكي له مثلا يا اما بدخل Priority وانتو شايفين Priority، لكن الافضل اني احكي له Root وبحكي له primary بهاي الطريقة. بس قبل ما يعني ندخل هذا الامر راح اخذ Ctrl C وراح احكي له debug spanning tree events. تمام، ادخل على global configuration mode واحكي له spanning tree VLAN 2 root primary. نلقي نظرة ايش اللي راح يصير عندنا. احنا بهاي الطريقة خلينا distribution switch 2 هو المسؤول عن الفيلان 2، بينما distribution switch 1 بقي هو المسؤول عن فيلان 1 والفيلان 3. المفروض انه يعني يظهر لنا بعض الامور يعني خاصة بسبانينج تري. طيب خلينا ندخل هون ونحكي له هاي كويت. قبل ما ندخل على الكونفيجريشن مود ديباج ونحكي له سبانينج تري ايفنتس، بعدين ادخل على Global Configuration Mode بعدين احكي له Spanning Tree VLAN 2 Root Secondary. لا هسا يبدو انه Ghost Type Secondary. شوف الان هنا بحكي لي Setting Bridge ID priority، رفعها زاد البرايوريتي علشان يخسر الروت يعني يخسر بقائه كروت. طبعا صار فينا topology change تمام. خلينا نعمل end ونحكي له show spanning tree. هون الآن هو الروت بريدج، طب خلاص يعني نلغي الموضوع، نحكي له no debug all. طيب نحكي له show spanning tree. هون منلاحظ انه هون هو الروت للفيلان 1، لكن انا اللي بدي اشوفه انه مين الروت
this bridge is the root. لا زال هو الروت لا spanning tree لا VLAN 2. ايش السبب؟ لو حكيت له show spanning tree يبدو انه هنا اصلا احنا ما انشأنا VLANs. configure terminal ونحكي له انه VLAN 2 يعني هذا في VTP mode server. بعدين نحكي له VLAN 2 VLAN 3. بعدين نحكي له الان بدأت الامور تتغير. ايوه تمام، صار في عنا listening. حاليا راح يصير في عنا send topology change notice in port 1. في عنا new root على port 1 cost تبعه 19. cost 19 لانه ايثرنت الايثرنت 100 ميجا هو عبارة ال 10 ميجا هو عبارة عن 100، ف 2 10 10 راح يصير عنا الكوست تبعهم 19. بينما يعني اتوقع هيك، اتوقع انتهت عملية spanning tree. حاليا لو شفنا spanning tree طبعا يبدو انه تغلب على البورت 1 على سويتش 1 حتى في الفيلان. لا هاي الادرس هاي الروت بريدج وهاي الادرس تبع الروت. الان لازم هنا this bridge is the root، وهيك احنا بنكون وزعنا اللود على تو سويتشز، واحد مسؤول عن يعني فوروردنج للترافيك تبع الفيلان 2، واحد مسؤول عن فوروردنج ترافيك لفيلان 1. طبعا لو بدي يعني اعمل هاي الكونفيجريشن الاعدادات كاملة بدون ما اشرحها ما بتاخذ اقل، يعني كل الموضوع ما باخذ اقل من 5 دقائق، لكن يعني مش موضوع صعب لانه انا طولت في شرحه فقط، ولا هو يعني عدة اوامر بسيطة جدا. شكرا لاستماعكم والسلام عليكم.